جيت هنا جرت شايمة سويدن، أكيد كلكم تعرفوها. يعني مرسي شايمة، ما نعرفش وين مرافيك المفيد عايشك. أنا اليوم باش نغني غنية تحكي على مرأة غنت غنية لولدها، ولدها شهيد، الغنية تونسية، واليوم جاية مع عيد الأمهات. اما في نفس الوقت ما يلزمناش ننسي اللي فما امهات توا قاعده تتعذب، ولادها قاعدين يتقهروا، فما حروب، وفما زاد فما ناس ما تنجمش تجيب صغار، ربي ما رزقهاش. زاد هي نقدموا لها تحيه ونقولوا لهم ان شاء الله ربي يعوض عليكم ويكون توينسا ويكونكم امنيتنا. ياسر جرادي. عسلامتكم يا جماعة. Thank you.
عسلامتكم يا جماعة. اسمي ياسر. انا عنصر من مجموعة ديما ديما، ولكن كذلك انا عندي تقريبا 20 سنة في العالم في العمل الجمعياتي ما بين الثقافة والمواطنة، وحاليا في المكتب الجامعي لجامعة تونسية لنوادي السينما اللي هي جمعية غير حكومية تأسست عام 1950، وهي تقريبا السينمائيين التوانسة الكل اللي تعرفوهم 80% منهم مروا بالجامعة التونسية لنوادي السينما. اللي حب يلتحق عنا نادي سينما تونس كل نهار سبت في ابن رشيق مع ماضي ثلاثة. دونك نعملوا ورشات، نعملوا تربصات، عروض، تحليل أفلام. والجامعة هذه هي تعتبر الأخت التوأم للجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، اللي أنا معناها كانت عندي تجربة في الزوز جامعات مع بعضهم اللي كان يحكي لكم عليها توا حلمي.